جينا بقى لفقرة المطبخ، وهنعمل بقى حاجة لذيذة جدا 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 عشان نعرف نساعد مامتنا في المطبخ. مين بيساعد ماما في المطبخ؟ أنا. كله بيساعد ماما؟ يعني بتعملوا أكل ولا بتنظفوا معاها؟ يعني. بتعمل إيه؟ أنا؟ بتساعد شوية يعني. بتساعد شوية بتعمل إيه يعني؟ يعني مثلا لو ماما طلبت مني حاجات تحصل زمان، لو ماما كانت بتطلب مني بيض من زمان كنت بجيب لها. تجيب لها مثلا بيض من التلاجة. حلو قوي. بعمل لها ده من زمان. من زمان؟ أصل التلاجة دلوقتي بقت قريبة يعني من من البوتاجاز. قولي يا سارة بتعملي إيه في المطبخ؟ أنا لما بعوز أغسل المواعين أو ماما بتقول لي اغسل المواعين بغسلهم نفسي، وماما بتقول لي اغسل المواعين بغسل المواعين. إيه الحلاوة دي؟ وبساعد ماما في الأكل وبروق الشقة معاها. يا ولد دي حلوة قوي. وأنت كمان يا جو؟ يعني أنا ساعات بقى إيه بصحى بعمل حاجات لنفسي أنا في المطبخ. الله، بتعمل فطارك بقى بنفسك وكده، بتعمل إيه بقى؟ ساندوتشز مثلا؟ بيض اومليت، وبعدين اقوم حاطه فين، وبعدين اقوم مشوحه زي جريل كده. ده انت ده صاحب مزاج يا جماعه. بيرلي بتعملي ايه بقى وانت كبيره كده وحلوه؟ بعمل اي انواع بيض، نايس. ماما اللي بتستخدم الزيت ولا انتوا عرفتوا تستخدموا الزيت؟ انا بعرف. اوكي، بس مش الزيت ده، انا اللي هستخدم الزيت ده النهارده عشان ده زيت قلي. طيب هنعمل ايه النهارده بقى؟ هنعمل كرات البطاطس اللذيذه جدا او البوتيتو بولز، وهنعمل كمان عصير شوكولاته. نبتدي بالعصير الاول عشان نخلي الشباب يبتدوا يجهزوا. عندنا هنا الخلاط بتاعنا يا اساتذه، اوكي؟ هنحط بقى ايه؟ هنميكس كل الحاجات اللي عندنا دي في بعضها، شويه تلج وشويه شوكولاته سايحه وشويه كاكاو وشويه فانيليا واللبن في الاخر، وبعدين لما تبقوا جاهزين قولوا لي عشان نخلط بس الخلاط. بس التلج مش هنحطه. هنحطه عشان يبقى ساقع وحلو وجميل. لا يعني نحطه اول حاجه في الخلاط. يلا حطه في الخلاط. هنا بقى هنعمل ايه يا اولاد؟ محتاجين هنا الاول نميكس كرات البطاطس بتاعتنا. عندنا بطاطس مسلوقه ومهروسه، هنعمل فيها ايه؟ هنحط كل الحاجات اللي عندنا دي. اول حاجه هنحط، ممكن تساعديني تجيبي معلقه يا بيرلي؟ انتوا بتوقعوا ولا ايه؟ لا هما بيفوقوا. ماشي اوكي. شكرا. هنحط الاول الزبده بتاعتنا على البطاطس كده اهو، اوكي؟ ماشي. وبعدين ايه اللي نخلصه نحطه تحت كده. وبعدين نحط ايه تاني؟ نحط البقدونس. بقدونس بقى مع البطاطس بيدي طعم خطير. وبعدين نحط شويه بقسماط. ليه؟ مين عارف ليه؟ علشان يمسك. الله الله يا يوسف، الله. مزيكا برضو، فنان يا جماعه، فنان يا جماعه. انتوا عارفين الطبخ ده فن؟ عارف يعني زي الغنى كده بالظبط. الله. طب وانت بتطبخ بقى بتغني ولا بتعمل ايه؟ بدندن. بتدندن. طيب هنحط البيضه كمان، البيضه اهي. ما تغني لنا بقى واحنا بنطبخ كده، ما تقلبي كده، قلبي يلا. غني ايه؟ غني لنا اي حاجه كده، هنشوف هنا العصير بيحصل ايه. غني لنا كده واحنا في المطبخ. استنى اجيب لكم معلقه. يلا معلقه هنا، محتاجين معلقه. العفو، يلا يا صرصوره. استنى انت ماسك لها اللبن كده ليه؟ ما تخلص عشان ما يقعش عليك. واللي فدي ناخده من هنا ونحطه هنا. ما بتغنيش ليه يا جو؟ مش عارفه افكر في اي حاجه. فكر كده. فكر كده، احنا هنحط ملح وفلفل ولا لسه؟ ايه؟ لسه. ماشي. ايه بقى نغني ايه؟ هنحط بقى شويه ايه؟ فلفل عشان ايه يظبطوا كده. في اغنيه كده قديمه شويه. وشويه ملح، ونبتدي نوطي على الزيت هنا عشان ما ايه ما يتحرقش، ابتدى ايه يطلع دخان. هنغني ولا ايه؟ هنغني اغنيه. يلا يلا قلبي. عشان علمونا نحب الوطن، خلينا اما نكبر نكون زيهم، ما نضعفش حتى في عز المحن، وجيلنا اللي طالع يطلع لهم تحية في قلوبنا وتعظيم سلام لأكبر بلدنا وكل احترام. دينا السهر للهم عشان ناس تنام. أيوة. مرتاحين. هنحمي البلد دي لآخر الزمان. هنقلبها في الخلاط. وري عدوك وكل لكن وري عدوك وكل اللي كان. احنا مين؟ احنا مين؟ المصريين. عدوا الف محنة حولوها بانتصار. ناس عينيها على البلد بصحية للنهار، واستحالة حد فيهم يقبل انكسار. سالمين المصريين.
يا حلاوه الطعام. والله برافو برافو برافو. عايزين نخلع طلع عطير. طيب خلطناه حلو قوي كده كده حلو جميل. ماشي العصير ابتدى يجهز. احنا هنفضل نقلب في دي لحد ما تبقى شبه دي عشان احنا عندنا واحده جاهزه. هنقعد نقلب في دي لحد ما تمسك نفسها وتبقى شبه دي ونبتدي بقى على طول نعمل الكرات بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ بصوا بقى يا شباب، بص يا بيرلا وبص بقى ناخد الكده ايه. بصي بقى بنعمل كده اهو. بيرلا ممكن تساعديني وننزل الفاضي تحت ونقوم حاطين حته جبنه كده وقافلين عليها كده اهو كده اهو. خلاص 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 ونعملها كوره كده ها ونقوم مجهزينها. اللي يجهز الكوره يديني عشان ارميها في الزيت. حاسبي يا بيرلا عشان الزيت. يلا جهزوا كور والدهان. ماشي يلا. بس ثانيه، هو مش المفروض تتحط في البيض وبعدين؟ ايوه صح، انت بتتكلم صح. انا نسيت احطها في البيض. برافو يا يوسف، انت مركز. طبعا مركز. احنا بس ايه، لولا ان احنا حاطين بيض وبقسماط مش هتبوظ قوي يعني. يلا بيضه وبقسماطه. ازاي انا نسيت الخطوه دي يا استاذ يوسف؟ ما اعرفش. يا سلام وانت مركز. يا سلام. يلا ايوه حطينا الجبنه، نحطها في البيضه ونحطها في البقسماطه كده اهو بالظبط كده اهو. ايوه شطور يا يوسف والله. انا قلت حضرتك ازاي إيه؟ يعني من ايه البس بيض بعدين الجبنه وبعدين خلاص كده. ايوه اعملوا بقى كور كتير عشان انا بقلي اهو. اتفضلي. شكرا. انا احط انا في الزيت. الاخبار حلوه عندنا. خلصنا. الاخبار حلوه عندكم والاخبار حلوه قوي عندنا برضو. خلصنا. ما احنا جايين بقى نشوف اللي عندكم بيحصل فيه ايه. الريحه صحيه عندكم. يلا بس نخلص كده. معلش يا ولاد، ممكن حد يجي يساعدنا؟ انا جاي اساعدك حالا. انا هحط بس في هنا زيت. عايزين ايه؟ ناخد بالنا. هات يا روحي. يلا افريقي. يلا في هنا يا نهار ابيض على العصير اللي هناك ده. يا نهار ابيض. يلا انتوا بقى ايه كوروا. بيرلي انا ممكن اعتمد عليكي انك تعملي كده، انت كبيره صح؟ ممكن مثلا تيجي اوطي لك الزيت. كمان بتعمل ال بتعمل الشاي بجد؟ طب تعرفي تعملي دي ولا اعملها انا؟ نقلب بالراحه جدا من بعيد. يلا تعالي. انا ادي بيرلي عشان اشوف العصير. ايوه ادي بيرلي وبيرلي هتقلب على الزيت. حلوه جدا. نشوف بقى هنا بيحصل ايه يا شباب؟ وروني كده ايه الحلاوه دي؟ ايه تعالوا ننزل دول تحت. يلا مش عايزينه. مش عايزينه؟ نو. خلصتوا العصير؟ اقلعوا جلوفز بقى عشان نعرف ايه؟ تعرفوا تصبوه؟ ماشي. اصب انا اصب انا. ماشي صبوا انتوا. الاعتماد على النفس جميل برضه. حلو قوي كده. يلا كفايه هنا شويه. هنا ايوه برافو برافو شطاره. يلا كل واحده بقى او كل واحد يقفل بقى. شوف هنا اخبار الزيت ايه. وريني يا بيرلي. برافو هاتي اهو طلعها قبل ما تتحرق. ماشي شطاره حلاوه طعامه لذيذة. تهالي كفاية كده يا ولاد. ايه؟ كفاية كور كده. ما غريب. واحدة ايه هتتحرق. استنوا نطلعها. جميل. لا لسه. نقلب دي. نقلب دي. كفاية كور كده. انتوا بتشربوا العصير ها؟ ايه اخباره عندكم ايه؟ تحفة. طب تعالوا نروق هنا. ده زي الفل. زي الفل كمان؟ في مناديل عندنا هنا يا ولاد. اهي اهي. مناديل اهي. نحاول ننظف بقى هنا بسرعه عشان احنا قلنا ايه. انا اقلع جلوفزات ولا اقلع جلوف. يلا اقلع. ايوه مش خلصنا؟ بننظف المطبخ دي اهم حاجه. باسكت ورانا صح؟ يلا فين الباسكت؟ باسكت. فين الباسكت؟ باسكت اهو. انا هلحق اللي بتتحرق دي قبل ما تتحرق. اهي لونها جميل ونعمل كده اهو. ايوه يا يوسف ساعدني. إيه؟ في الباسكت. في الباسكت. هاتي الباسكت. هاتوا الباسكت. شطارة حلاوة طعامة لذيذة. دي لسه شوية عليها. الله 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 يا يوسف. الله يا يوسف. الوجبة دي طبعا يا جماعة ممكن تبقى فطار، ممكن تبقى عشاء، ممكن تبقى مع الغداء، وممكن تبقى سناك كمان بناخدها معانا في اللانش بوكس بتاعتنا. مغذية لذيذة فيها بوتاسيوم بتدي انرجي او بتدي طاقة، وفيها فيتامينات وبتخلينا نبقى عارفين نركز وعارفين يبقى عندنا انرجي. ممكن نقفل الزيت ده بقى كفايه عليه كده وننقله كده. سريعه ولذيذه وديليشس كمان. فيها جبنه. احنا هنسيب دول بقى ايه
يصفوا الزيت بتاعهم على جنب كده. لسه هنعمل تاني؟ نبعد عن الزيت؟ لا، هنرتب بقى ايه اللي عندنا ونحط بقى دول ايه؟ في واحدة واقفة. اه كده اهو، كده اهو، ايوه كده اهو، ماشي شكرا. طيب المناديل فين؟ وكده اهو، عايز المناديل؟ اه تحتي. وكده اهو، وكده اهو، ايوه، ونبقى خلصنا الطبق بتاعنا بسلام وامان وجاهز عشان يدي. انتوا دقتوا العصير؟ اه طبعا. وبره ايه؟ لا انا ما دقتوش. كله زي الحلو. زي الحلو، وانت كلك شوكولاته هنا اهو، والدنيا رهيبه رهيبه رهيبه. ممكن ندوق طبعا اللي طلع، وممكن ندوق من ده، وبكده يبقى خلصنا طبختنا الحلوه النهارده. سهله؟ قوي قوي. هتجربوها في البيت؟ طبعا. يعني انتوا هتعملوا العصير ده في البيت؟ اه. وانتوا هتعملوا البطاطس دي في البيت؟ طيب اما نشوف بقى، هنروح بقى ندوق الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها، وبكده يبقى وصلنا لغايه نهايه رحلتنا النهارده، وهنروح نغني اغنيه حلوه قوي لست الكل، عشان دايما ست الكل تستاهل احلى الاغاني اللي في الكون. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا ندوق بقى، يلا.